هاي يا احلى بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ فيديو النهارده هنجرب فيه المنتجات بتاعه عهود كوزماتكس. عهود بعتت لي من فتره شويه منتجات كده حلوه اجربها واقول رايي فيها بصراحه، فانا هقول لكم في الفيديو ده من الاخر ايه اللي عجبني فيها وايه اللي ما عجبنيش. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا محتاجين نقول كلمتين صغننين. عهود يعني تتشجع جدا ونقول لها برافو. ايا كان البرودكت عجبنا او ما عجبناش، فكره ان هي تفكر ان هي تبقى بنت مصريه وتعمل لاين ميك اب باسمها وان شاء الله يتشهر وتبقى اسم جامد، دي حاجه نحييها ونشكرها عليها بجد، برافو. انك تعملي براند عموما او حاجه او ماركه باسمك دي صعبه شويه ومكلفه كتير، وهي عامله البراند بتاعتها في امريكا فهتبقى مكلفه اكتر، فدي حاجه لازم نشجعها عليها قوي ان هي اصلا عملت براند ميك اب اسمها، يعني ان هي عرفت توصل للمرحله دي، فدي برافو جدا عليها ان هي عرفت تعملها. ايا كان بقى المنتجات عامله ازاي، حلوه او وحشه، كل المنتجات اللي موجوده في السوق كله اختلف عليها ناس واتفق عليها ناس قالت عليها حلوه وناس قالت عليها وحشه. فهي الفكره في كده ان كلنا لينا وجهات نظر مختلفه. انت ممكن تشوفي مثلا طقم يعجبك جدا وتتوهمي بيه، واحده تانية تشوفه عادي يعني، فهي الفكره في كده. يتقبلوا الاختلاف، واحنا لولا اختلافنا ده اصلا يعني ما كانش هيبقى في حاجات كتير بتتباع، زي ما بيقولوا كده لولا اختلاف الاذواق لبارت السلعه، فهي الفكره في كده. فعموما قبل اي ما نتكلم عن اي حاجه في الدنيا لازم نشجعها جدا نقول لها برافو، وان شاء الله ان شاء الله البراند بتاعتها تعدي وتسمع وتبقى حاجه جامده كده زي اللي بنسمع عنهم بره. من غير كلام كتير ومن غير مقدمات طويله في بدايه الفيديو، دول بس النقطتين اللي حبيت اتكلم عليهم في الاول. ما تنسوش بقى قبل ما نبدا تدوسوا سبسكرايب لو انتوا لسه ما اشتركتوش في القناه، وكمان تضغطوا على علامه الجرس عشان يوصلكوا اشعارات باي فيديو انا بنزله. ويلا بينا على السريع نبدا الفيديو. اوكي يا حلوين، ليتس ستارت. واول حاجه هنبدا بيها الفاونديشن اللي هو الاساسي، او اول فاونديشن نزلته عهود اللي هو الفاونديشن ده. للاسف الدرجه دي ما طلعتش درجتي، طلعت فاتحه عليا جدا، عايزه يعني هي تبان ان هي ممكن تكون درجتي، بس هي عايزه بنوته بيضة يعني. فجيت جربته عليا لقيت اللون فاتح جدا، وطبيعي بدل اللون مش لونك هتلاقي الفاونديشن غير معاكي، ده شيء طبيعي. موضوع بقى الفاونديشن نفسه او تركيبته او هو عامل ازاي، الفاونديشن ده عايز اولا بشره ما فيهاش مشاكل، وحطوا نقطه على الكلمه دي، ما يكونش بشرتك فيها قشور فيها حبوب، عايزه بشره بيرفكت. وعموما يعني هو الفاونديشن ده اكتر للميك اب ارتست، هو لايت ويت يعني مش هتحسي ان في طبقه تقيله على بشرتك، بس هو عموما فول كفرج يعني بيتهيالي هيبقى تقيل قوي ان يبقى عندك تستخدميه كل يوم، فهو اكيد للمناسبات او للميك اب ارتست. استخدامه بقى عموما لو انت عندك قشور او مشاكل في بشرتك هيعلق فيها الفاونديشن، فهو شويه عايز بشره بيرفكت يعني ما فيهاش غلطه، يعني دي حاجه فيه. الفينش بتاعه باودري، وبالتالي ناس كتير قالت الكلام ده، يعني مش هنعيده نزيد في نفس الكلام. مش محتاج ان انت تثبتي باودر، هو كانك حطيتي فاونديشن وثبتي باودر. في ناس بتحب الفينش ده، انا عموما ما بحبش قوي الفينش الباودري، يعني احب احط باودر يعني، لكن الحاجه تبقى زي كاتريس كده فينش بتاعها باودري على طول، مش بميل لها قوي. بس دول النقطتين ثلاثه اللي نتكلم عنهم عن الفاونديشن ده. مش قادره اقيمه قوي لاني مش درجتي، فمش قادره احطه على بشرتي، لان اول ما حطيته على طول غير لانه مش درجتي، يعني في تحت اغمق منه فطبيعي يبقى شكله غريب، فمش هقدر اقيمه غير اما اجرب الدرجه بتاعتي بالظبط. نيجي بقى للفاونديشن التاني. انا كنت متحمسه جدا 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 ان انا اجرب الفاونديشن الاولاني اللي قلت لكم عليه، لغايه ما عهود بعتت لي الفاونديشن ده. الفاونديشن ده اسمه مات فينش فاونديشن بوربين فري، واللي ما يعرفش يعني ايه بوربين فري، البوربين دي الماده الحافظه اللي بيحطوها، هي زي كحول كده وتركيبات كيميائيه بيحطوها في حاجات الكوزماتكس بتاع التجميل، غسول بقى، اي حاجات للبشره او عموما تجميليه، عشان تزود مده صلاحيتها فتره طويله قوي. فالحاجات اللي ما بيبقاش فيها بوربين بتبقى تقريبا مده صلاحيتها من 6 شهور لسنه، ده اقصى صلاحيه ليها، فهو ما فيهوش بوربين يعني ما فيهوش ماده حافظه زي ما بيقولوا، فدي حاجه حلوه ان هو ما فيهوش حاجه مضره. الدرجه دي اسمها ميديوم، اللي هي هاشتاج او علامه الشباك 1. الفاونديشن ده مكتوب عليه ان هو يلو اندرتون، وده اللي شجعني الصراحه ان انا اجربه. يعني شكل العلبه عامله زي علبه الكريم العاديه جدا، ده شكله من جوه كده،
اول ما جربت الفاونديشن ده على طول رحت للفرشه، لان انا بحب الاول استخدم الفرشه. اول ما جربته الفرشه ما عجبنيش خالص، ونصيحه مني لو هتستخدمي الفاونديشن ده اوعي 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 تجربيه بالفرشه، نفسيتك هتتعب، مش حلو خالص بالفرشه. تعالي بقى بالبيوتي بلاندر، يا ربنا حلو جدا. يعني انا ما تخيلتش ان الفاونديشن ده يبقى حلو قوي كده، يعني اول ما جربته اول مره بالفرشه قلت ايه ده، لا في حاجه غلط. بعد كده ما استخدمته بالبيوتي بلاندر زي ما انتم شايفين كده، واو واو فظيع فظيع. بس نصيحة لو هتستخدميه ما تحطيش منه كمية كبيرة خالص، يعني بيتهيألي نقطتين تلاتة على بشرتك هيدوكي فول كافرج بجد، فول كافرج. ما تكتريش منه، عشان لو كترتي منه هيبقى الفينش بتاعه مش حلو. تحطي بس هو نقطتين تلاتة اربعة بكتير، يعني نقطة هنا نقطة هنا نقطة هنا نقطة هنا، وزعيها هيديك الفينش اللي انت شايفاه دلوقتي. الفينش بتاعه مات، فول كافرج، فول 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 كافرج، تحفة 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 يعني بجد، وحياة ربنا حبيته جدا. وطبعا بما انكم هتاخدوا كمية قليلة فده هيقعد معاكم يعني حبة، يعني قرن كده من الزمن هيقعد معاكم حبة كتير، فده هيفيد قوي الميك اب ارتست المبتدئين ان هم بيبقوا عايزين حاجة فول كافرج، وفي نفس الوقت ممكن يكون سعرها كويس، لان انا عرفت ان فاونديشن ده ب 550، فسعره بالنسبة للميك اب ارتست عايزة اجيب حاجة يعني حاجه فول كفرج ده اللي ب 550 اللي هو ده، فعايز اجيب حاجه فول كفرج وفي نفس الوقت سعرها مش معدي اوفر يعني، فسعره كويس، فيا رب يكون ده نفس السعر او اقل. مش عارفه الصراحه الاسعار ايه، ممكن تبقوا بتخشوا على اللينك من تحت في الديسكربشن بوكس وتعرفوا الاسعار من عندهم في الصفحه بتاعتهم. قعدت فتره طويله اجرب فيه عشان اما اجرب فعلا اقول لكم فعلا فعلا هو عامل ازاي. كنت كل ده انتم متخيلين باخد من الغطا بس، يعني انتم متخيلين كل ده استخدمته بتاع 4-5-6 مرات وباخد بس من الغطاء اللي في الغطاء بس، تخيلوا بقى هتخلصوا ده بعد قد ايه. فبجد مش هتكلم عنه اكتر من كده، فاونديشن اكتر اكتر من رائع. نيجي بعد كده لللوز باودر اللي هي بعتتهمني دول، الاثنين لوز باودر دول، واحده اسمها ميديوم وواحده اسمها ميديوم لايت. عجبتني اكتر اللي هي الميديوم لان هي جايه على اصفر شويه، دي برضو عجبتني، بس هي بس النقطه الوحيده اللي ما عجبتنيش فيها ان فيها شويه لمعه. ففي ناس بتحب الفينش ده، يعني في ناس تحب تحط تحت عينيها بس مش لمعه اوفر، يعني مش جليتر، بيدي شويه دوي كده يعني بيدي لمعه بسيطه. ففي ناس بتحب قوي ان هي تحط لوز باودر كده، يعني انا كان بيجي لي زباين تطلب مني ان احط لها لوز باودر فيها لمعه، كنت بستغرب جدا، بس هم في ناس بتحب كده، بيحبوا يبقى تحت عينيهم دوي او في حاجه بتدي زي ضاي كده. فانا يمكن انا شخصيا ما عجبنيش دي، بس في ناس بتحب كده، فده الفكره في الاثنين دول. عجبتني اكتر الميديوم. نيجي بعد كده يا بنات للبرايمر بتاع عهود. البرايمر ده جنني، يعني مش عارفه اقول لكم ايه، يعني ما تستخدموهوش خالص مع الفاونديشن بتاع عهود. البرايمر ينفع مع اي فاونديشن تاني طبعا، ما عدا الفاونديشنز اللي هي ميه، زي الميه زي بتاع نيكس زي بتاع كاتريس، دول ما ينفعش معاهم برضو، لان هو تقريبا كده تركيبته فيها السيليكون، فالفاونديشن بيتزحلق من عليه، يروح واخد بعضه ونزل كده. فمش هينفع خالص تستخدميه مع فاونديشن يكون تركيبته مائيه شويه، يعني شويه، فمش هينفع خالص مع الفاونديشنز بتاعت عهود ده اولا. فلو هتجيبي فاونديشن عهود بلاش البرايمر ده، هينفعك مع اي فاونديشن تاني. يعني انا جربته مع ميبيلين فاتني حلو قوي 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 قوي، بيخلي بشرتك كده ايه ناعمه بزياده، تيجي تحطي عليها بقى فاونديشن بتاع ميبيلين فاتني ده او لوريال انفيلبل، يا ربنا على الفينش فظيع فظيع فظيع. فده يعني حلو مع اي فاونديشن الا فاونديشن عهود، مش عارفه ازاي. البيوتي بلاندر بتاعت عهود هي اصلا قد كده، بس مجرد ما شربت الميه بقت بطه كبيره كده، احلى من بتاعت ريال تكنيك، والله العظيم احلى من بتاعت ريال تكنيك، حلوه 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 بجد، يعني طريه جدا، ما بتشربش الفاونديشن خالص، بتوزعه بشكل ناعم. بصوا زي ما انتم شايفين كده، انا برضو مستخدمه مع الفاونديشن البيوتي بلاندر دي، فظيعه فظيعه بجد يا بنات، حلوه جدا. وبليز ما حدش يسالني على الاسعار، لاني بجد انا ما اعرفش اسعارهم ايه، هحط لكم اللينك بتاعهم تحت، تقدروا تخشوا وتسالوهم وتستفسروا منهم عن كل حاجه. بعد كده لفرش المكياج، هي بعتت لي فرشه باودر، وبعتت لي فرشه بلاشر، وفرشه حواجب، وفرشه ايلاينر، وفرشه للكريزد او الفرشه اللي هي زي البين براش كده. اول فرشه هنتكلم عنها هي الفرشه بتاعت الحواجب، طبعا طبعا طبعا، لان انا الحواجب بالنسبه لي هي اهم حاجه. اولا بقى تعالوا نتكلم عن التغليف بتاعها، كل فرشه جوه زي كفر كده، وتحسوا ان هي كانوا مشفوطين منهم الهواء، يعني الكفر قافل على الفرشه من جوه،
يعني تضمني ان لو حد فتحها هيبان ان هو فتحها. نيجي بقى للفرشه. بصوا يا بنات، في فرشه اللي هي رفيعه قوي، بصوا عامله ازاي. كنت فاكره بتاعت زويفا دي ارفع فرشه، لا طلع في ارفع منها. رفيعه قوي قوي قوي، تقدري ترسمي بيها الشعره شعره بطريقه فظيعه. ناحيتين، الناحيه التانية تملي بيها الحواجب من جوه اتخن شويه، والناحيه دي تعملي بيها شعره شعره. تاني فرشه يا بنات هي فرشه البلاشر. الفرشه دي مكتوب عليها اهي، مكتوب عليها بلاش، رقمها 30. فظيعه فظيعه، اهي نحط منها بلاشر، بلاشر وهايلايت، يعني بجد فظيعه. هي مش منفوشه، يعني هي طالعه كده منفوشه من هنا من فوق، بس مطبقه، يعني شايفين رفعها عامل ازاي. تمشي بيها البلاشر كده فظيع يا بنات، وحياه ربنا بتطلع اللون بطريقه مش طبيعيه. الشعر بتاعها حلو قوي، مش خشن ولا ناعم، متوسط، بس بتطلع اللون بطريقه فظيعه. يعني ساعات بتاخدي فرشه بلاشر كده ومهما تحطي تحسي ان الفرشه هي اللي خدت اللون مش اديتهولك، فاهمني؟ لا دي فظيعه، استخدمتها في البلاشر وفي الهايلايت. بصوا موزعه الهايلايت ناعم ازاي، روعة روعة روعة. يعني بفرشة بلاشر تقدري تحطي من ناحية هايلايت ومن ناحية بلاشر، تمام. بعتت لي كمان يا بنات فرشة الباودر دي، فرشة كويسة، هي مكتوب عليها بلندر، يعني المفروض ان هي بتدمج، بس هي جميلة للباودر، حلوة يعني، مناسبة وكمان صغنونة، فسهل تحطيها معاكي في الشنطة بتاعتك. فرشة الكريز دي اللي قلتلكوا عليها، دي فرشة عشان اللون اللي بيتحط في كسرة العين او في الكريز. بصوا يا بنات شايفين التغليف بتاعها، والله بجد مغلفينها حلو قوي، يعني هي متغلفه، وبصوا كمان قافلين على الفرشه من فوق بالبتاع اللي هي الشفافه دي. الفرشه فظيعه، بتطلع اللون حلو قوي قوي قوي. يعني مجرد ما تاخدي منها وتحطي اللون ما بتحسيش فعلا، يعني احلى حاجه في الفرش بتاعتها ان هي ما بتحسيش ان هي بتشرب البرودكت، لا بتطلع لك المنتج زي ما هو لونه، حتى ما بتخفوش مع الدمج خالص على فكره. فحلوه، بتدمج حلو. زي ما قلت لكم، يعني هي يعني بالنسبه لي كمان الفرشه دي انعم كمان من الفرشه بتاعت البلاشر والباودر. جميله جدا، يعني فظيعه. اكتر فرشه عجبتني، فظيعه فظيعه، وحياه ربنا يا بنات انتوا لو جبتوا البرودكت دي هتبعتوا لي تقولي لي فعلا جامده، انا ما بكدبش عليكم، وحياه ربنا الحاجات اللي بقول لكم فعلا عليها رايي فيها من الاخر وبصراحه. ولو في حاجه وحشه هقول لكم انها وحشه، انا مش كسبانه حاجه ان انا اقول لكم انها حلوه، ولا هتكسف ان هي مجرد ان هي بعتت لي البرودكت فاقول انها حلوه عشان هبقى محرجه خالص. والله الحاجه الحلوه قلت لكم فعلا انها حلوه، والحاجه اللي فيها ايشوز قلت لكم ان هي فيها ايشوز. زي ما قلت لكم كده في حوار الفاونديشن ده، قلت لكم خدوا بالكم ان لو في عيوب ببشرتكم او في كذا او كذا هتعلق معاه، لكن موضوع بقى اصل الازازه بتتفتح من فوق وبتتقفل من تحت والكلام ده كله، والناس اللي بتقول الازازه معلقه معانا وعملت وسوت، المشكله اللي فوق دي بتاعت الغطا بتاعها ده، شيلوا الغطا ورموه وغطوه بالغطا بتاعها. بسيطه بسيطه. بعد كده يا بنات الفرشه دي برضو زي ما قلت لكم، كل فرشه جايه متغلفه في الكيس بتاعها. الفرشه دي مكتوب عليها لاينر ورقمها 170. شايفين رفعها؟ احلى حاجه فيها ان هي رفيعه قوي، وفي نفس الوقت الريشه بتاعتها قصيره مش طويله، فمش هتحتاسي بقى مع الفرشه هتروح وتيجي منك اطلاقا. حلوه حلوه بجد يا بنات، شايفين رفعها؟ ابره، عامله زي الابره بالظبط. بعد كده يا بنات بعتت لي الرموش دي، بعتت لي اتنين من الرموش عشان اجربهم. إيه الشكل، الباكج اصلا من هنا حلو قوي، يعني ايه ده وماجناتيك وبتاع، يعني حلو قوي قوي قوي. بعتت لي الرمش ده اسمه السوزي، وده شكله هو على نص دايره كده، قصير من قدام قصير من ورا وطويل من النص. وبعتت لي الرمش التاني اللي هو اسمه نونوس، وهو مش موجود عشان انا لابساه. الرموش بتاعتها كواليتي حلوه 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 جدا، هي طبعا جميله جدا للمناسبات، للعرايس، للميك اب ارتست. زي ما قلت لكم شايفين شكلها اصلا، اللي هي شويه رموش متقسمه كده، شويه رموش شويه رموش كده، فاهمين؟ يعني رمش مش حته واحده، بتحسوه يعني رموش متفرقه، حلوين قوي. الشعر بتاعها ناعم، ما تحسيش بتقل على عينيكي، يعني ما تحسيش ان في حاجه تقيله قوي، لا خالص. الخط كمان اللي هو اللي بتحطي عليه الجلو رفيع قوي، ودي من الحاجات اللي انا بحبها جدا في الرموش، ان الخط يكون رفيع، لان الخط التخين ده بيضايقني قوي 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 قوي، يعني لا بحب قوي الخط الرفيع بتاع الرموش، فهي فظيعه. بعد كده للليبستكس، مفيش كلام يتقال.
بصوا يا بنات اللي بستاكس دي، بصي كل المنتجات دي انا جربتها قبل كده، فانا امشور في اللي بقوله لكم يعني، بجد بجد امشور في اللي بقوله لكم. اللي بستاكس دي انا جربتها، وفي بنات كتير سالتني عليها في فيديوهات، كنت صورت كام فيديو اللي هم اللي فاتوا دول، كنت مستخدمه فيهم اللي بستاكس دي، بنات كتير سالوني عنهم. اللي بستاكس دي حلوه جدا، مات بس ما بتنشفش الشفايف، وحتى لما بتبتدي تروح يعني، انا عموما خرجت وكلت وحليت وكلت حاجات فيها شوكولاته بقى ووافلز وحاجات طالعه وحاجات نازله، الروج مش هقول لكم ما اتحركش من مكانه، لا هو اكيد لونه غير، بس كان لسه مدي تنت للشفايف يعني، كانه لسه واخد نفس لون الروج، لكن الروج اللي هو يروح قاسم نصين ده اللي هو هتلاقي فيه زي تحديد كده حوالين بقك وبقيه الروج راح، لا مفيش الكلام ده يعني، انا عن نفسي جربت كده وما كانش فيه الكلام ده، حتى ما بيبتدي يروح ما بتشوفيش المنظر البشع بتاع الشفايف مقشره او مقطع كده خالص خالص، بيبتدي يروح ويسيب تنت على شفايفك، يسيب سنه لون منه. حتى يعني انا جربته وقعدت بيه كام يا دود، حوالي 6 ساعات على ما اكلت يعني، 6 ساعات حطاه على ما اكلت، بس شربت والكلام ده كله، كنت شربت شاي وبعد كده شربت ميه وكل ده كان لسه موجود، قعد 6 ساعات على ما اكلت، اول ما اكلت ابتدى يروح شويه حاجه بسيطه، احلى حاجه فيه، وسيبكم من اي روج لان في ارواش كتير براندات عاليه وبتروح، احلى حاجه عجبتني فيه ان كان حتى بتيجي تحطي له لاير تانيه او تمشي عليه تاني، في ارواش كده لما تيجي تحطي عليها لاير تانيه تلاقيها علقت وكلكعت وبقى شكلها سخيف قوي، ده اما تيجي تحطي عليه لاير تانية كأنك بتحطي روج لأول مرة، ودي حاجة عجبتني قوي 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 قوي. الالوانات يعني بتهيألي القروش بتاعتها هي اللي صلحتني على اللون ده، انا كنت بطلت احط الالوانات دي من زمان، او بعدت شوية عن الالوانات الجيرلي البينك والروز والحاجات اللي اللطيفة دي يعني، بروح اكتر للاحمر والبنيات والحاجات التقيلة، بعدت قوي عن الحاجات البنوتات دي، بس يعني هي رجعتني للون ده تاني. الدرجات دي وهم يعني، هما باينين فاتحين قوي على فكرة في الكاميرا، بس هما مش كده، اللون ده فظيع، وده اللي انا حطاه دلوقتي، اللون ده هو انا افتكرته احمر، بس هو ايه، استنى اوريكم سواتشز ليه يعني، انا كنت فاكراه احمر، هو طلع زي فوشيا كده شويه يعني، شايفين مش احمر ريد يعني، ده اللون بتاعه. الدرجه دي اسمها سانجريا، ريحته بقى، وده اكتر حاجه خدت بالي منها يعني، ميزته اول ما استخدمته، لان ده اول لون حطيته على شفايفي اول ما جابتهم، اللون ده ريحته نعناع نعناع، اللون ده بالذات ريحته فعلا كانك كلتي نعناع، فاول ما بتحطيه على شفايفك كده بتحسي ان هو عمل حاجه فريش كده في شفايفك، فعجبني قوي الريحه بتاعته. ده اسمه بيشن، وده لونه بينكي بينكي اللي هو الجيرلي قوي ده، زي ما قلت لكم يعني هو اللي صالحني على اللون ده، انا ما كنتش او كنت بطلت استخدمه، زي ما انتم شايفين كده هو الدرجه دي، ده اسمه زي ما قلت لكم بيشن. ده اقول لكم برده ريحته، ده ريحته كاندي يعني، ريحته حلويات كده، عارفين ريحه المارشميلو، هو بالظبط كده. نيجي بعد كده للدرجه دي اللي هي انا حطاها دلوقتي، دي اسمها تويرل تويرل، هكتب لكم برضو اساميهم على الشاشه، فظيع فظيع بنات الدرجه دي وهم، اللي هي درجه الكشمير اللي كل البنات بتموت فيها وبتسال عليها، اهي موجوده عند عهود. الدرجه الاخيره دي اسمها هارفست، بصوا هما الباقيين كلهم ريحتهم كاندي، بس هو اول لون ده هو الوحيد اللي ريحته نعناع شويه، وده اخر لون يا بنات، هو لون على بني كده، بس بني الاندرتون بتاعه اورنج، عارفين الدرجه دي اللي هي عامله زي الهافان شويه، او افتح منه حاجه بسيطه. نيجي يا بنات لاخر برودكت هي بعتتهولي، اللي هو الساتنج سبراي، برده ما فيهوش باربين وما فيهوش تالك، كل الحاجات دي مش موجوده في المنتجات بتاعتها. الساتنج سبراي ده ما يختلفش اي حاجه عن ماك، من الاخر كده ما يختلفش اي حاجه عن ماك، جيبي باودر وغرقي بشرتك ورشي منه، هتلاقي كل ده اندمج مع بعضه وبقى تمام جدا، وفعلا لونج وير يعني، قعد معايا ما رشيت منه وخرجت خروجتي كلها راجعه بالفاونديشن زي ما هو،
راجع بيه زي ما بقول لكم كلت وشربت. بس كده يا بنات الفيديو خلص، يا رب الفيديو يكون عجبكم. وقبل ما ننهي الفيديو محتاجه ان انا اشكر عهود واقول لها شكرا على المنتجات الحلوه دي وبرافو عليكي، وارجع تاني اقول لك برافو برافو ان انت عرفتي تعملي لاين ميك اب باسمك، وبجد احنا فخورين بيكي جدا بغض النظر عن المنتجات عجبت الناس او ما عجبتهاش، يعني ان انت عملتي لاين ميك اب فدي حاجه حلوه تتحسب لك، وبرافو عليكي ان انت قدرتي تعملي كده. وشكرا طبعا على الحاجات اللي انت بعتها لي، وشكرا ليكوا طبعا عشان قعدتوا كملتوا معايا الفيديو للاخر. ولو عندكم اي اسئله تقدروا تسالوني عليها تحت في الديسكربشن بوكس، وما تنسوش تفولو مي على كل الاكونتس بتاعتي على انستجرام وعلى سناب شات وعلى فيسبوك تحت هتلاقوها في الديسكربشن بوكس، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.